من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه. نحن نعلم جميعا أن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان خرج من بطن أمه جاهلا، ويستمر به الجهل، لكنه يرتفع شيئا فشيئا حتى يصل إلى المنتهى الذي كتب الله له. إذن فهو جاهل، وما دام جاهلا فإنه محتاج إلى العلم، محتاج إلى التعلم، لا سيما علم الشريعة الذي ليس للعقل فيه مجال. فنحن لا يمكن أن نتعبد لله بعقولنا أبدا، لا نتعبد لله إلا بما شرعه الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم إن الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، حتى يقوم دليل على مشروعيتها. فلو تشاجر رجلان في عمل من الأعمال التي يتعبد بها لله، تشاجر فقال أحدهما هذه بدعة، وقال الآخر بل هذه سنة، فإنه ليس على من قال إنها سنة، ليس له أن يطالب من قال إنها بدعة بالدليل. بل الحق أن من قال إنها سنة هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل في العبادات عدم المشروعية حتى يتبين أنها شرعت إما بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما أجمع عليه المسلمون. إذن فالإنسان جاهل، لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل إلا بما علمه من شريعته، لا يمكن أن يعامل الناس بالعدل إلا بما علمه من شريعة الله، لا يمكن أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة إلا بما علمه من شريعة الله. فهو في ضرورة إلى شريعة الله عز وجل. إذن فينوي بطلب العلم أن يرفع فينوي بطلبه العلم أن يرفع به الجهل عن نفسه، لأنه في ضرورة إلى ذلك. هذان رجلان جلسا للأكل، أحدهما جعل يأكل بيمينه وسمى الله تعالى عند أكله وحمد الله تعالى عند انتهائه. بماذا اكتسب هذه الآداب؟ بعلمه بالشريعة. الآخر جلس يأكل ما سمى الله على الأكل، وأكل بشماله ولم يحمد الله على عند انتهائه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا بآداب الشريعة. إذن فأنت في ضرورة إلى تعلم الشريعة لترفع الجهل عن نفسك. ويذكر أن ابن حزم الظاهري المشهور رحمه الله كان سبب طلبه للعلم أنه دخل ذات يوم المسجد في غير وقت النهي، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال له من في المسجد: قم فصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين، ثم دخل مرة أخرى بعد العصر فصلى ركعتين، فنهاه أهل المسجد وقالوا: لا تصلي ركعتين، هذا وقت نهي. فقال: سبحان الله، إن جلست قلت قم فصل، وإن صليت قلت لا تصلي. إذن فأنا في ضرورة إلى العلم. فمن هنا بدأ يطلب العلم، ومنزلته في العلم معروفة لأكثر الحاضرين.